اختتمت فعاليات الدورة الأولى للمولود الجديد مهرجان الجونة السينمائي بعد إبهار العالم بانطلاقته الأولى. لكن لسه كلام انتهاش على أهم مظاهر الدورة دي، خاصة بعد احتفالية الختام اللي كانت شاهد على تألق عدد من النجوم مع نصفهم الآخر على الريد كاربت، وده كان لافت انتباه الجميع. خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ظهر عدد من النجوم على السجادة الحمراء سواء خلال حفلي الافتتاح والختام، في مقدمة هؤلاء النجوم الذين خطفوا الأنظار بظهورهم مع نصفهم الآخر. الرومانسية جمعت بين النجم خالد سليم وزوجته المغربية خيرية هشام التي تألقت بفستان مطرز باللون الذهبي من تصميم العالمي زهير مراد، فكانت في غاية الأناقة مع تسريحة شعر مميزة ومكياج خفيف، على الرغم من أن ظهور خالد سليم نادرا ما يكون مع زوجته في المناسبات. وفي ظهور نادر أطل الثنائي الفنان عمرو واكد وزوجته سارة شاهين الحاصلة على لقب ملكة جمال مصر عام 2001، واللي قدرت خطف الأنظار بمجرد ظهورها بجوار زوجها طوال الوقت، ليس فقط بسبب جمالها أو إطلالاتها الهادئة، وإنما لأنها أصرت على الركوب بجوار زوجها ودعمه، الأمر الذي لفت أنظار الجميع. سارة ثنائي عمرو يوسف وكندا علوش أيضا الأنظار خلال ختام المهرجان بإطلالاتهم الرومانسية وإطلالة كندا المميزة باللون الأخضر، وهو ما سحر معجبيهم من الشباب. كما تألقت الفنانة داليا البحيري بفستان ورد اللون وحرصت على حضور المهرجان بصحبة زوجها رجل الأعمال حسن سامي رغم ظهورهم المحدود سويا. وكان في مقدمة هؤلاء النجوم الذين خطفوا الأنظار بظهورهم مع نصفهم الحلو الفنان آسر ياسين الذي سيطر على اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقبيله لزوجته، حيث ظهرت بفستان أبيض قصير في غاية الأناقة ولفتت رومانسيتها مع زوجها الحضور ووسائل الإعلام الحاضرة.